هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. كانوا متقدمين علينا حضاريا من طريقة تعاملهم الديمقراطية في الأردن الحقيقية كانت النقابات المهنية. كان راتب الحكومة 175 دينار، أول شهر طلعت 1100، يعني 10 أضعاف أو 9 أضعاف الدخل من الحكومة من القطاع العام للقطاع الخاص. العمل السياسي من أنا صغير بهوى. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي نقطة تحول من عمان المملكة الأردنية الهاشمية. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور ممدوح العبادي، وهو نائب رئيس الوزراء سابقا وأيضا طبيب عيون. مرحبا دكتور ممدوح. هلا دكتور. خلينا نتكلم في البداية عن أهم نقاط التحول في حياتك، خلينا نقول من بداية الطفولة إلى اليوم تقريبا. الحقيقة يمكن التحول الحقيقي إنه أنا عايش في منطقة شعبية في عمان اللي اسمها راس العين ولدان. هذه طبعا كان رحلاتك خارج هذه المنطقة محدودة جدا، ذهب إلى المدرسة القريبة وعودة، ولم تعرف في الحياة إلا المنطقة اللي أنت تعيش فيها. لأنما خلصنا التوجيهي أو المترك الثانوية العامة ذهبت للدراسة إلى تركيا، فرحنا على دمشق ومن دمشق على حلب. فصارت أول إشي بحياتي تحول إني أنا شفت ترين، أركب ترين. عام كم هذا دكتور؟ 60. تركب ترين وتمشي بهالترين يوم ونص، بعدين بتنزل بتشوف بحر، أول مرة تشوف بحر بحياتك. بالبحر تركب باخرة مشان تقطعك من اسطنبول الشرقية إلى اسطنبول الغربية، يعني بلد جديد، طريقة جديدة. بعدين رأساً رحنا سجلنا بالجامعة وبدأنا الدراسة، الجو بنت قاعدة من هون بنت قاعدة من هون، يعني مجتمع منفتح، مجتمع يعني، وانت جاي من مجتمع محافظ، مجتمع محافظ جدا، يعني ففي صدمة حقيقية حضارية. انتقالك يعني من المجتمع المحافظ التقليدي القرية إلى تركيا، إيش أثر فيك أنت كإنسان؟ أنت يعني كإنسان الصحيح بيبدأ يخليك تفكر يعني جدياً إنه المستقبل هذول الناس اللي شفناهم نسبياً، يعني طبعاً تركيا ليست زي أوروبا لكنها كانت متقدمة كثيراً عن الأردن والبلاد العربية. بديت أفكر جدياً، وخصوصاً أني أنا كان رئيس اتحاد الطلبة هناك التركي صديقي، وأنا كنت سكرتير عام اتحاد الطلاب العرب إسطنبول، كانت الرابطة هاي فيها 1000 طالب، سوري عراقي أردني في ليبي يمن لبناني. المهم فهذا علاقتي فيه كانت كويسة، فقال لي يا ممدوح أنت متفكر كويس وما شاء الله عنك وبتفهم، بس في شغلة ناقصة لازم تساويها وتشوف. قال لازم تروح يوم الأحد أنا وياك نسمع موسيقى كلاسيكية. شو ما احنا بنعرف ربابة، بنعرف شو موسيقى كلاسيكية. رحت طبعا معاه مجاملة، ما استمتعتش. انت ما كنت رافض، كنت منفتح يعني. منفتح بس ما استمتعت كثير، لكن يعني بمعنى الشباب اللي كانوا يشوفوني من الأتراك تحديدا كانوا متقدمين علينا حضاريا من طريقة تعاملهم، من طريقة حكيهم، من طريقة لبسهم، من طريقة كذا، أعطوني نقلة نوعية إلى الأمام إنه لا، الحضارة لازم أنت تنتقل، مش بس تدرس طب، أيضا لازم تنقل مجتمع الحضاري اللي أنت شفته إلى بلدك لما ترجع، مش بس تعالج المريض، تكون جزء من تقدم حضاري. إيش نقطة التحول الثانية في حياتك دكتور؟ والله شوف، التقدم الثاني إنه سنة 75 بعد ما خلص الطب بكذا سنة ترشحت إلى أن أكون عضواً في مجلس نقابة الأطباء الأردنيين. والنقابات المهنية كانت في الأردن معلم واحة الديمقراطية في الأردن الحقيقية كانت النقابات المهنية، انتخابات حرة ونزيهة،
معظم التيارات السياسية اللي كانت ممنوعة أصلا موجودة، وبصير فيها من أقصى اليمين لأقصى اليسير، وفي انتخابات وانتخابات نزيهة. طبعا لما ترشحت ونجحت في هذه الدورة الأولى في حياتي، ودخلت على مجتمع جديد، مجتمع مهني مش بس طبي، يعني أنا طبيب صار لي كذا سنة، لكن مهني، خدمة الزملاء الأطباء، النقاش مع الحكومة بحقوق الأطباء سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، العمل السياسي اللي نقلني من العمل الطلابي الخفيف في المهنية إلى العمل السياسي الحقيقي من خلال النقابات المهنية. هل كان دور النقابات هذه يعني أنت غيرت في دساتيرها، في أنظمتها، في قوانينها، ولا أنت كملت ما كان موجود سابقاً؟ لا كانت متقدمة، يعني بس بدي شغلة صغيرة أجيب لك مثال، أنه كان بقوانينها إذا تنتخب نقيباً للأطباء مرتين فقط ليس مرة ثالثة، وكأنك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مش أنت تنتخب أول مرة وثاني مرة وثالثة مرة. وأنا بعديها ترشحت صرت نقيب أطباء الأردن أول مرة وثاني مرة، انتخبت في التزكية وهي لم تحدث في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية النقابات المهنية الكبرى أن يكون نقيباً منتخباً بالتزكية. المرة الثالثة ممنوع، روحت على بيتي، ما في يترشح تصير نقيب. يعني بمعنى أنه حتى أنظمتها وقوانينها النقابات كانت متقدمة. والحقيقة أنه الملك حسين في ذلك التاريخ يمكن خلى زي ما بقول أوتلت، مخرج، لأنه ما في نيابة وما في برلمان وما في كذا، أنه في واحة معينة بتقوم بالعمل السياسي المنفتح وهم كلهم مهنيين أطباء ومحامين ومهندسين وهكذا. طيب نقطة تحول ثالثة في حياتك دكتور؟ ثالثة؟ إيه والله هاي صعبة، بجوز الجيزة يعني، بس مش يعني الزواج يعني ما كانش كثير يعني مخطرش ببالك يعني بالمعنى الحرفي، بس لما النقطة الثالثة لما بتتزوج وبيجيك بنت وكذا صرت تشعر انك يعني هلا اكثر مسؤولية على كتفك، مش زي اول سواء طالب او طبيب عزب او كذا. النقطة الثالثة هي شذبتك شوية، انه يعني هي بتمر على كل الناس طبعا، بس انا كانت نقطة جديدة علي وشذبتني انه لا، في اسرة وفي بناء يعني تعليم تدريب بناتك وتدرسهم وتعلمهم، تحاول انك توصلهم لاحسن المستويات. صرت اهدى شوية. نعم. الطبيب اللي اعرفه انا انه هو يعتبر يعني طبيب يعني في انسانية عالية جدا، فيه يعني يختلف عن اي مهنة ثانية. كيف أنت قدرت تتحول من العمل الطبي إلى عمل السياسة اللي تعتبر هي مرهقة ومتعبة إلى آخره؟ حقيقة أنا صغير، يعني أسرتي غير متعلمة ولا اللي حوالي متعلمة، الوالد والوالدة كل ما واحد مخلص أول ابتدائي ولا داخل مدرسة نهائي. فأنا يعني إحدى القصص اللي برويها مرات ويعني إلها أنا مستغربها، يعني إنه كان في محاكمة لواحد اسمه صادق الشرع، محاولة انقلاب عسكرية في الأردن قديمة بالـ 58 57 58 شي زي هيك، وأنا عمري 15 سنة، والمحكمة كانت في ماركة بعيدة عن سكني حوالي 10 كيلو يمكن، وبدها ساعة مشي. كيف أنا بسحب حالي طبعا من دون علم والدي بزعل بضربني، شو بديك على محكمة عسكرية وشو لك علاقة بالطا، يعني بالمعنى. وانت طفل؟ وانا طفل تقريبا يعني، شو وبعدين حجم صغير وقصير ويعني. فلما رحت مشي على المحكمة بدي اشوف المحكمة اللي بتحاكم فيها، البواب اللي على الباب العسكري قال لي في لك اقارب بجوا بالسجن يعني بتحاكم؟ قلت له. قال شو مجيبك؟ قلت له اتفرج يا اخي فيك بنفرة. بمعنى وكأنه كان تأثير الأساتذة علينا، يعني كان قبلها بفترة صغيرة وقفت، لكن الأساتذة كان يفوت يحكي لنا عن البعث، واحد يطلع يفوت يحكي لنا عن الشيوعية، يحكي لنا عن التحريرية، يحكي لنا عن الإسلاميين، يعني كان شوية طلاب. وأيضا أبوي اشترى راديو، يمكن أكثر
متعة بالحارة بحياتنا كان الراديو مصدر يعني المعلومات يعني إيه، وبتسمع أحمد سعيد وصوت العرب وكذا. بجوز أثر علي وأنا طفل عمري 15-16 سنة اللي أنا رحت على هذا المكان وخلاني أهتم في السياسة منذ صغاري. ولذلك أنا بعد ما رحت على الجامعة صرت رابطة الطلاب العرب إسطنبول فيها 1000 طالب عراقي على فلسطيني على ليبي على سوداني على سوري على أردني، يكون سكرتير العام للرابطة وأنا عمري 21 سنة سنة رابعة طب. فيعني العمل السياسي من أنا صغير بهوى. طيب أنت عملت في القطاع يعني خلينا نقول الخاص إذا قدرنا، كان عندك عيادة طبية و25 سنة تقريبا، وعملت في القطاع الحكومي، إيش الفروقات اللي تشوفها أنت بين هذا وبين هذا؟ يعني وين وجدت نفسك أكثر؟ لا والله شوف، في القطاع الحكومي في خدمة أكثر للفقراء والناس العاديين والكذا، القطاع الخاص لا، خدمة للناس الأغنياء. هذه أول فرق. الفرق الثاني، يمكن أنا أول ما فتحت العيادة كان راتب الحكومة 175 دينار، أول شهر طلعت 1100 دينار، يعني 10 أضعاف أو 9 أضعاف الدخل من الحكومة من القطاع العام للقطاع الخاص. فالقطاع الخاص في مصاري أكثر وفي فرفشة يعني بتنتهى، وبيجيك الأغنياء تقريبا، مش كل ما بس يعني الطبقة شوية المتقدمة. ففي فرق بين العمل القطاع العام والقطاع الخاص، رغم أنه يعني الحمد لله أنا اشتغلت في مدينة الزرقاء بالقطاع العام، لا زال يعني كثير من الناس اللي كنا نعالجهم من دون فلوس وكذا، ومحبة وأخوة واحترام وتقدير لليوم، ويعني نفسيا أنا مدينتي الثانية في قلبي هي الزرقاء. دكتور ممدوح، هتوقف مع فاصل ونكمل. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود لكم. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. لا تأخذ رأيا مسبقا. يجب أن تكون مخلص وقريب من العاملين لديك، هذا بخيف مستقبل وطني. الاقتصاد بالنهاية بحكم أكثر من السياسة. مرحبا بكم من جديد، نستكمل حوارنا مع الدكتور ممدوح العبادي، وهو نائب رئيس الوزراء سابقا في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا طبيب عيون. دكتور ممدوح، أنت كنت نائب في البرلمان ثم صرت وزير ثم نائب رئيس وزراء، يعني أي النائب كان يحاكم أو خلينا نقول يسائل الوزراء، فلما أنت عكست وزير الآن، إيش الفرق اللي شفته؟ هل عملية الانتقاد أو التساؤلات سهلة لكن التنفيذ يختلف لما كنت وزير؟ لا، شوف، الديمقراطية الحقيقية أنا برأيي أنا بنتخبك مشان تحكمني، فالنائب بصير وزير، يعني الأصل فيها هيك. معظم الديمقراطيات في العالم النيابية، في دول رأس يعني خليني أقول رئيس جمهورية هو اللي بيجيب الوزراء زي أمريكا وزي كذا، لا، إحنا بلد بدستورنا النائب، لأنه إحنا دستورنا الدولة الأردنية هي نيابي ملكي، حاط النيابي بالأول، وبالتالي الانتخابات النيابية طبعا كانت جزء من تركيبتي السياسية، أنه أنا يعني نقيب أطباء سابق وبشتغل بالعمل العام وترشحت على الانتخابات في الدائرة الثالثة بعمان اللي هي دائرة غير عشائرية، يعني أنا عندي عشيرة العبابيد كثيرة كبيرة فوق 150,000، وفيها نواب دائما بطلع منها، لكن أنا ما رحت على منطقة العبابيد أترشح، منطقة عمان الدائرة الثالثة
اللي هي كانوا يسموها دائرة الحيتان السياسيين الكبار، فترشحت فيها ونجحت 3 مرات متتالية، والمرتين منها كنت نائب أول لرئيس مجلس النواب. العمل النيابي بيختلف عن العمل الحكومي يعني كوزير صحة، بس متكاملين. يعني أنت بتدرس التشريعات، بتدرس القوانين. النيابة علمتني كيف أقرأ الدستور، كيف أقرأ القوانين. النائب دكتور يعتقد أن الوزير قادر على كل شيء، لكن لما يكون وزير يعرف أنه في إمكانية، في شيء ممكن وفي شيء غير. لا، النائب اللي بفهم، لا النائب اللي بفهم الحقائق بعرف أنه في موازنة محددة بده هو يوافق عليها. أنا أعطيت وزير الصحة 100 مليون، معناته ما بصيرش يصرف 100 وقرش زيادة، وبالتالي أنا اللي بعطيه قديش نسبة اللي بده أخذها لما بتمر علي الموازنة، لأنه الموازنة قانوني يجب أنا أوافق عليها، ودي ليها الحكومة أنا أوافق عليها أو أخفض منها أو أقيمها. يعني المهم الأساس متكاملين. لذلك يعني أنا لما صرت وزير صحة كنت عارف الجسم الطبي كويس، لأن أنا نقيبه، عضو مجلس نقابة مرتين، نقيب أطباء مرتين، بعرف الأطباء واحد واحد، الأطباء اللي بالقطاع الخاص، الأطباء اللي بالقطاع العام وكذا. عندي أرضية كويسة لأكون وزيرا صحة ناجحا، يعني عندي المعلومة. لذلك هو مكملين لبعض، صحيح في رقابة وفي عمل، وبالتالي ما في عمل كامل، والرقابة الموجودة قد تصحح المسيرة لأي وزير أو وزارة أو حكومة. إيش أبرز الصعوبات والعقبات اللي واجهتها دكتور في مسيرتك أنت؟ صعوبات؟ أو عقبات؟ والله صعوبات بالمعنى الحرفي، يعني لما بتستلم مسؤولية مثلا كنت أنا أمين عمال كبرى، أنا تابع لرئيس الوزراء مباشرة. بعض رؤساء الوزارات كان في عدم، بدي أقولش حب أو تقدير، بس في عدم توافق في الرؤى. هي عقبة، لأنه أنت مصلحتك تمشي في مهنتك كأمين عاصمة، بدك رئيس الحكومة يكون متعاون معك، يوافق لك على آرائك، على قراراتك، على موازنتك، على 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 على. إذا كان هذا الرئيس حظك كويس في تفهم لعملك بتمشي أمورك في العمل أكثر، وإذا ما في تفهم بعرق لك، وبالتالي بيكون أداءك بده يكون أقل، ليس جيدا. ومريت في التجارب هذه لما كنت أمين عاصمة في هذه التجارب. طيب دكتور، هل تشوف أنت أنه خلال مسيرتك هذه الطويلة هذه تعلمت في دروس وعبر مريت فيها؟ أهم الدروس والعبر اللي مريت عليها. الصحيح أهم تجربة يعني عبرة، لا تأخذ رأيا مسبقا. يعني أنا نقيب أطباء، خلصت 4 سنين نقيب، بعد بأسبوعين صرت وزير صحة. فأنا فايت على الوزارة، كان بذهني بعض الأشخاص أحطهم نمبر 2 بالوزارة، وكيل وزارة بسموه عندنا بالأردن، أمين عام وزارة يعني كيل وزارة رقم 2، وكان بذهني 1 يعني أطرده من هالوزارة بذهني. بعد ما دخلت وقيمت وشفت هذا أعطيته مسؤولية وهذا أعطيته مسؤولية، طلع اللي بدي أطرده نجح في كثير من اللي أعطيته إياها، واللي أنا بحبه صديقي بدي أحطه رجل ثاني بالحكم بالوزارة ما بسوى بالعمل الآن. فأخذت على عاتقي أنه أنا ما أخذ رأي مسبق. بدك أنت، واحد قال لك هذا مش نافع وهذا واحد قال لك هذا كويس، معلش خذ من الاثنين واسمع، أقعد ودرس بعد شهر شهرين 6 شهور. لذلك أنا لما صرت أمين عمان الكبرى بعديها اجوا ناس اصدقاء قالوا لي دير بالك فلان مش فلان وكذا، قلت لهم انا لا اغير ولا ابدل من هون 6 اشهر لادرس الوضع، لا اخذ رايا مسبقا، لاني اخذت التجربه لما كنت من وزاره الصحه. لذلك مرات قدامك بتشوف يعني عقبات كثيره، مزبوط، لكن انت الاشي اللي انا بعرفه غير انك لا تاخذ رايا مسبقا، يجب ان تكون مخلص وقريب من العاملين لديك. إذا ما كنت قريب منهم بيحترموك ولا بل بحبوك لن تنجح. فلذلك الأصل أنك يعني إحنا خلينا نقول مش بريطانيا ولا ألمانيا كل شيء حزب مرتب، لا يعني إحنا في مجتمع لا زال بحمو الناس اللي بيشتغلوا معاك، إذا حبوك واحترموك وإنت كنت قريب منهم بجوز يشتغلوا ضعف ما بيشتغلوا بالعادة،
إلى شخصك تقريبا، إنه يعني بحترموك بحبوك كذا، ولذلك يجب أن تكون قريب روحا وعقلا من العاملين لديك. هل جاء يوم دكتور فقدت فيها الأمل أو حسيت بإحباط شديد؟ والله دائما بمر الواحد يعني بالعمل السياسي بمر بإحباطات كثيرة، لكن يعني أنا الظروف الآن السياسية بالأردن من نتيجة البطالة العالية جدا مر بإحباط حقيقي. من يقود الآخر؟ الاقتصاد تقود السياسة أم السياسة تقود الاقتصاد؟ والله شوف الاثنين متلازمين ومهمين، بيخدموا بعض وبيساووا بعض، لكن أنا برأيي 60% الاقتصاد و 40% السياسة. هلأ أمريكا ما بتعتبرش روسيا عدوتها الحقيقية، بتعتبر الصين عدوتها الحقيقية لأنه الاقتصاد بالصين، لذلك الاقتصاد بالنهاية بحكم أكثر من السياسة. ومن يقود الآخر يؤثر في القرار؟ الاقتصاد يؤثر أكثر في القرار؟ والله يمكن الاقتصاد هو اللي يقود بالنهاية. طيب أنت ما تشوف مخاوف اقتصادية في العالم دكتور؟ يعني الآن العالم كله يخشى موضوع الاقتصاد، التضخم، الأغذية، البطالة زي ما تفضلت، كلها عوامل اقتصادية وليست سياسية. شوف يعني بالعالم إذا بتقرأ آخر 100-200 سنة بتمر في حالات الاقتصاد، ومرت على أمريكا ومرت على بريطانيا ومرت على الدول المتقدمة، يعني اقتصاد بنهار أو شبه منهار بعدين بيرجع وبنمو بعدين بيرجع، يعني هاي تقلبات الزمنية بتصير، يعني ما نخاف منها لأنه التقلبات بتصير. طيب إيش معايير النجاح والفشل عندك دكتور؟ النجاح يعني هو اللي بدك تحقق أهدافك فيه كإنسان، تكون أنت عضو مشارك بخدمة هذا الهدف حقيقي. والفشل أنه أنت لا تستطيع أن تغير أو أنك لا تتحرك بالقدر الكافي للتغيير. إيش نصيحتك أو كلامك يعني للشباب الجيل الحالي دكتور اللي يمكن يكون محبط؟ طبعا ما نعمم، نقول فيه إحباط مثلا منهم، أنه الجيل القديم كان هم وجدوا الفرص، وجدوا كل شيء متاح بالنسبة لهم. الجيل الحالي إيش رسالتك له؟ يعني أنا بقول للجيل الحالي كلمة واحدة، المعرفة هي القوة، المعرفة هي القوة. والآن حظهم أحسن من حظنا 100 مرة، أنه بيستطيعوا بخمس دقائق بالماكينة يتعرف على كل شيء. بس بدي أجيب لك مثال صغير، في مكتبة اسمها مكتبة شباب بعمان، بسمع بالراديو لواحد اسمه علي الطنطاوي الله يرحمه، شيخ بذاعة سوريا ذاعة دمشق، أنا يعني كمان 15 سنة هيك، بروي رواية وبقول بهذه الرواية، وهاي مكتوبة بكتابي سير من التاريخ أو إشي بالتاريخ، كتبتها الاسم اللي بحكي عنه الشيخ، عجبني الرواية، ذهبت إلى مكتبة الشباب موجودة لحد الآن بعمان، سألت عن الكتاب، قال لي بكلف حقه 6.5 قروش هذيك الأيام. المهم خليت أبوي قاعد مكوع حاط دلة القهوة وبشرب شاي ومبسوط، قلت يابا بدي 6.5 قروش. قال لي ليش 6 قروش؟ يعني هيك فز. قال لي ليش؟ قلت كتاب يا يابا، كتاب، الدنيا كانت آخر سنة. ما أسكت أنا، قلت لا يابا هاي علي الطنطاوي الراديو من دار الشو كذا كذا مش المدرسة. قعدت نهار فاتح لي الراديو مرضي شاطي. فقعدت أنا، التحدي صار كل يومين 3-4 أسبوع يصح لي تعريفة نصف قرش أحطها وجمع وجمع، لما وصلت 5.5 قروش دقرت أسبوعين ما في داروح أشتري الكتاب. جدتي كانت ساكنة معانا وتربي جاج، قلت لها يا جدتي بدي قرش واحد. قالت يا جدو خذ لي 5-6 بيضات، رحت على الدكان جعطيته إياه أعطاني قرش ورحت اشتريت الكتاب من هالطاولة. بمعنى المعرفة هي القوة، ولذلك اليوم يعني بس اقرأ، يعني الأب بيساوي كل التسهيلات للابن، بس أبوه لأنه مش أمي يعني شو كتاب الكتاب المدرسة بس مش الاطلاع العام. فالمعرفة التي هي بالماكينة هاي لازم يعرفها الإنسان، وهي قوة له أحسن شيء. شكرا لك دكتور ممدوح العبادي على هذا الحوار، شكرا لك. الله يبارك فيك، شكرا لك. مشاهدي الكرام أيضا شكرا لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
هذا البرنامج برعاية الخبير المالية.